تنكيل بالفلسطينيين وحصار للأقصى، معتقلون من ساحات الشرف والعزة، ويلات حرب ومعاناة لا تنتهي ولا تنقطع. كان في مجابهتها مرابطين ينوبون عن العرب والمسلمين في دفاعهم عن أولى القبلتين والثالث الحرمين الشريفين. في ظل تحولات المشهد العربي المهرول للتطبيع، يسعى المجتمع المدني الجزائري لنصرة القضية الفلسطينية حماية للأقصى وتثبيتا للمقدسيين. قضية فلسطين هي عقيدة، ليش أي حاجة وخلاص، ولا بلاد الله عز وجل أوصانا بها. الشعب الجزائري هو شريك الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته ودفاعاته عن مقدسات الأمة الإسلامية. بس كيف تفهم التطور؟ تفهم التطور أنه تروح قفف وتديها الأسر فقيرة متعففة، بينما التطور هو شكل من أشكال التدافع على الأرض، هو شكل من أشكال الحق فوق الأرض، هو شكل من أشكال الخير. جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني بالجزائر جعلت فلسطين قضيتها الجوهرية بتقديم مختلف المساعدات من خلال عدة حملات، أبرزها حملة تآزر قدموا من خلالها 5000 طرد غذائي، حملة مع القدس يدا بيد ساهمت في إفطار أزيد من 10000 صائم بالمسجد الأقصى، حملة النصرة العاجلة للنازحين بمركز إيواء قدمت فيه كافة المصاريف والرعاية المتكاملة ل1700 مواطن، فعززت بذلك صمودهم. وعلى وجه الخصوص جمعية البركة تشتغل في القضية الفلسطينية. البركة تميزت في الجزائر بصفتها سفير العمل الإغاثي الدولي، ربما تكون المتفردة رفقة الهلال الأحمر الجزائري. هذه الجمعية رغم فتوتها إلا أنها قدمت الكثير. رسالة واضحة لأهلنا في فلسطين، ما زال الجزائر دولة وشعبا معكم، ولن نغير إن شاء الله، ثابتين في موقفنا إلى يوم التحرير بإذن الله. قوافل إغاثية عالمية سيرتها جمعية البركة نحو غزة، لبنان، سوريا، نيجيريا، تركيا ومخيمات الروهينجا لدعم القضايا العادلة خدمة للمضطهدين في كل بؤر التوتر حول العالم، رفعاً لقيمة الإنسان وحفظاً لكرامته وإعانته أينما كان برعاية أهل الخير والإحسان.